très bien معكم سلمى من لاشين لايف ستايل ويت سلمى كنرحب بكم في القناه غتشوفوا الدنيا مظلمه اكسيتيرا المهم اليوم سي سامدي هادي دابا راه الخمسة ونص ديال الصباح سي ان ويكاند غنمشيو عند خويا لنونط عند صحاب راجلي اون ميم طون فوالا هذا هو البروغرام ديال سو ويكاند كنتسناو في لو بوس حيت غنمشيو في التران المهم ما نفسر لكم علاش غنمشيو في التران و كنتسناو دابا في لو بوس فوالا المهم لو بوس بقات ليه واحد 10 مينوت ويوصل فوالا هادشي اللي كاين بقاو معايا مسافر تشوجوكي بيدين قال وبعد وصلنا شدينا لو بوس دابا وصلنا لاكار غنشدو الار او ار باش نوصل لماسي باش نشدو التران روح بوباس حنا يلا وصلنا لنونط صراحه الجبال جاني الجبال على باري صراحة التراجي داز مزيان 2 اور دو روت فيت في كنعسو ونفيقو نعسو ونفيقو مون فخير دي ما كيوصل معطل حنا ضاربين 2 اور وسيد باقي ما وصل المهم فوالا هادشي اللي كاين اللي درتو غادي نديرو معايا وسي العريس يلا جاي يلا وصلنا عند خويا خدا الدار ديال HLM المهم بوغ الناس اللي عارفين هنا الدار ديال لوجمون سوسيال شوفوا سبحان الله العظيم المكتب انوريكم انا كنت ساكنه هنا ومراتو كانت ساكنه قبل هنا وتا هو خرجت لي الدار هنا في نفس الكارتي دوكو فوالا ما بيل سير كانت ساكنه هنا وانا ها فين كنت ساكنه في 8 ايطاج هادي موبل هنا ودابا خويا سكن هنا فوالا باش يلا دخلنا عند خويا انا عاد كنقد نصور مزيان حيت كاين الشعاع انا في الدار ما عنديش الضوء نهائيا ديكو دابا غادي نفطروا صراحه كنت بغيت ندير لكم امشي توخ في دارو سوف كو باقي ما جاش كاع الاتات ديكو نخلي ان شاء الله حتى المره الجايه وندير لكم امشي توخ باش تشوفوا السيل اللي داير اكسيتيرا ولا هادشي اللي كاين كملنا قدينا شويه الحاله المهم عكرت اكسيتيرا دابا غنمشيو للالكترو ديبو كي قلت لكم خويا يلا خدا الدار وبغينا نديرو ليه ان كادو هضرنا قبل ايتو المهم قررنا شنو نشريو ليه دابا كنا بغينا صراحه نشريوهم من باري ونجيو سوف كو كي قلت لكم جينا في ترونسبور علاش حيت كنا مسلفين لخويا واحد الطوينيبيل ودابا شرا وحده دوكو غادي نرجعو بالطوموبيل اللي كنا مسلفين ليه عليها جينا اون تران بوغ لي كادو هنا غنوريكم شنو غادي ناخذو لي غنمشيو للالكترو ديبو عارفين ديجا شنو غناخذو غادي نشريو داكشي وغنشاركو معاكم بوباس وصلنا للالكترو ديبو المهم كي قلت لكم غادي ناخذو دي بشي تروك كادو لخويا انا غنشاركو معاكم اليوم هاد لا ماشين دو كافي ها هو لو بري فوالا لو بري راه ريزونابل 7000 ريال حيت انا عندي تقريبا بحال في الدار وكيعجبهم واحد الشوكولاتة وكنديرو فيها دونك خديت لهم هادي بوش ديال فاش كيطيبو الماء فاش يغليو الماء فوالا اينوكس غارونتي 2 ans 160 درهم 170 درهم فوالا خديت لهم هادي وانا الناس خدينا اليوم غريبا هذا اللي كيطيب فيه الخبز ولي توست المهم ها هو ها لو بخي ديالو هاد الميكرووند هذا اون ميم طون كيدير غري راه كتبان او ميم طون كيدير غري فوالا
بنات خرجنا من الكترو ديبو وريتكم شنو خدينا لي بري اي تو كوم سا عندكم اون ايدي فريمون الكترو ديبو انا شحال من حاجه كنشريها من عندكم من عندهم لو بري اي لي ريزونابل ولا كاليتي كاينه بوبات كي شفتو خرجنا من الكترو ديبو دابا غنمشيو نتغداو عند صحاب راجلي المهم دزنا خدينا ام تي ديسير و جوست نسيت ما نقول لكم هاد المجيه فيها بزاف لي تروك كي قلت لكم على الطوموبيل وصاحب راجلي ولدات دابا راه ام موا البيبي عنده ام موا و تنقولوا اليوم نمشيو غدا نمشيو يلاه كساب بوغ الكادو صراحه شريناه في باغي الا خديت نصورو لكم وهي كتحلو راه غنصورو لكم صراحه زوين ام تي كوفري وفيه بينوار البيبي فيه دي بيتي تروك او بيرسوناليز مكتوب فيه واحد لا بيتيت فراز فوالا هادشي اللي كاين مهم حبوبات انا رجعت لكم صراحه ما صورت شي حاجه عند صحاب راجلي ماما صراحه ما بغيتش نحرجهم ما قديتش نصور شي حاجه ابخي مشينا قدينا شي غرض انا وراجلي وخويا دابا دخلنا للدار لقيتونا غنتعشاو قلت نشارك معكم ليت فيشنو عشانا غاكلات راه نتوما الشتا كتصب البرد وهذا مهم درنا غاكلات انا غنصور لكم غنلعبو دي جو هنا نشاركهم معكم هو لو جو اللي غادي نلعبو عشو خاصك تكلينا بزاف عشي دو فو كلينا بزاف المهم صراحه انا ما بغيتش نلعبو مي اون فوا المهم البنات هاد لو جو راه معروف تيكونوا دي غو زوينين ودي غو خايبين بحال حاشاكم لو فومي اكسيتيرا كاين بلان دو سوك و فوالا ها شنو كاين vomi bzaf ديال لي تروك voilà comme ça deux personnes après voilà le jeu اللي غنلعبو لكم بحال نعطيكم غير مثال تيكون مثلا ان بونبون فيه مذاق الحليب وبحالو بونبون فيه مذاق الحليب خاسر اكزومبل ان بونبون فيه pêche ou un bonbon exemple fait madak le vomi tu vois il a trié hachakom t'en as un c'est nourriture de chien ou quand il ouvre fait madak le hachakom le clap oui voilà tu regardes les hada bara le bon chadnia t'en as un autre c'est chocolat noisette voilà c'est hada ou quoi le jeu Dentifrice. Je pense. C'est bon. T'as mangé laquelle? Dentifrice. C'est bon. D'autres trucs bien? D'autres trucs. Baie d'Azur. Hmm? Baie d'Azur. C'est où Baie d'Azur? Fille, ça te fait carta du coup, nous aussi, n'a qu'elle. Moi. Soit caca, soit chocolat. Comment ça? C'est les verres, je sais pas. Ah, t'as de la chance. Attends, c'est les verres comment?
Choisissez-moi, pas de soucis. C'est qui va choisir pour moi? C'est les verres. Comment? Alison et Mugi. Attends, moi, tout à l'heure, j'ai choisi pour toi une bonne et là, j'ai choisi pour moi une. Explique en arabe. Non, t'as pas le ressentir. C'est bon. Les bnats, c'est négatif, du coup, je sais pas ce qu'on fait. T'as pas le ressentir. C'est réglé. C'est réglé.